بكم احبائي الغالين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد معايا اللي غتكون طريقتي في تحضير السفوف. اول حاجه كنبدا بها هو انني كنكاراميليزي اللوز مع شويه ديال الماء والسكر، وكنبدا كنحرك حتى كيولي هكا قاصح وكله معسل، ومن بعد كنطحنو في المطحنه حتى كيبدا كيطلق الزيت ديالو. كنضيف كميه ثانيه، وبنفس الطريقه كنطحنها مزيان حتى كتجمع وكيبدا اللوز كيطلق الزيت ديالو. انا هنا استعملت 750 غرام ديال اللوز اللي كاراميليزيت، صافي. دابا ها هو حضرت الكميه ديال اللوز اللي بغيت نطحن، كيجي هكا مفرتت ومجموع، وكتكون فيه ديك البنه ديال هذاك السكر الكاراميليزي كتعطيه واحد المذاق رائع. كندوز من بعد كناخذ 500 غرام ديال الزنجلان اللي محمر، وكنطحنو بنفس الطريقه مزيان حتى كيتجمع وكيطلق الزيت ديالو. كما كتشوفوا الزنجلان فاش كيتطحن كيتجمع كيولي بحال هذا الشكل. من بعد كندوز كنطحن 250 غرام ديال اللوز اللي سلقت وقشرت وحمرته شويه في الزبده، كنهرمشو غير شي شويه لانه هو اللي كيعطي ديك القرمشه للسفوف. كناخذ المسكه الحره اللي هنا معروفه عندنا باسم لا غوم عربي، كنطحنها في الطحانه مع شويه ديال السكر كلاسي. كما كتعرفوا المسكه الحره هي اللي كتساعد على الحفاظ والكونسيرفاسيون ديال السفوف ديالنا باش يبقى مده طويله. صافي دابا طحنت المسكه الحره كتعطيني قيمه 2 معالق كبار، ودابا كنبدا في تحضير السفوف. الدقيق خديت هنا الكميه ديال 2 كيلوغرام اللي حمرتها في الفرن. من بعد ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو كيفيه تحميص الدقيق في البيت. كنزيد عليها 350 غرام ديال السكر كلاسي، وكنبدا كنضيف المكونات اللي حضرت. اول حاجه كنضيفها هي اللوز اللي طحنتو، اللوز كاراميليزي. من بعد الزنجلان مطحون، كنبدا نخلط هاد المواد مع الدقيق ونحاول نرملها مزيان باش ندمجوا المكونات. كنخلط مزيان وكنفرك بين صباعي هادوك الكتل اللي كيتكونوا باش الخليط يتجانس مزيان. صافي دابا كنبدا كنضيف المنسمات. اول حاجه كنضيفها هي معلقه كبيره ديال القرفه بطبيعه الحال، من بعد كنضيف عليها معلقه كبيره ديال حبه حلاوه بطبيعه الحال مطحونه ومصفات، ومن بعد كنزيد معلقه كبيره ديال البسباس او النافع. كنضيف المسكه الحره اللي حضرت مع السكر كلاسي، وما كنساش واحد القريصه ديال الملح. وبطبيعه الحال العنصر المهم في السفوف هي الجوزه، كناخذ واحد الحبه ديال الجوزه اللي تكون متوسطه وكنحكها مع الخليط ديالي.
كنخلط هاد المنسمات كلها مع الفرينه والمكونات اللي سبق لي حطيت باش هادوك لي سافور كاملين يندمجوا مزيان في الصفوف ديالنا ويتوحدوا مع الخليط اللي كنحضروا. ودابا كنضيف المكونات اللي غتعطي القرمشه للصفوف ديالنا اللي هي 200 غرام ديال الزنجلان اللي محمر واللوز المهرمش اللي كما قلت لكم من بعد ما سلقته قشرته وحمرته مع شويه ديال الزبده من بعد هرمشته شويه في الميكسور. صافي دابا كنبدا نجمع في الخليط ديالي. هنايا استعملت 300 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها واللي خليت حتى هذاك الحليب يهبط لتحت لان ما كنديروش في الصفوف، كناخذ غير ديك الماده الدهنيه. كنبدا كنخلط بشويه بشويه، كنبقى كنضيف الزبده المذابه وكنجمع الخليط. باش هذيك الفرينه كلها تشرب هذيك الزبده ممكن انكم تستعملوا الزيت النباتيه، انا كنفضل نستعمل الزبده فقط. انا هاد المره درت كميه كبيره من الدقيق، داكشي علاش الكميه ديال المواد شويه زايده. كنصح البنات اللي كيكونوا مبتدئات ما يديروش هاد الكميه اللي درت انا، يبداو كيلوغرام واحد ديال الدقيق وينقصوا من هاد الكميات باش ما يغلبش عليهم الصفوف. صافي ملي كيبدا الخليط كيتجمع وكيبدا كيشكل كويرات، هاد المرحله هادي كنبدا كنضيف المكون اللي باقي اللي هو بطبيعه الحال العسل. انا هنا بالنسبه لجوج كيلو ديال الدقيق استعملت 300 غرام ديال العسل، ما كثرتش بزاف لان بطبيعه الحال كنت ضفت سكر كلاصي في الاول. بطبيعه الحال كتبقى درجه الحلاوه اختياريه بالنسبه لكل واحد، غير هو نصيحه ما تكثروش السكريات بزاف هاد الشهر الفضيل. وكنستمر في عمليه التخليط حتى يجتمعوا المكونات مزيان وكيبدا هذاك الصفوف كيتجمع ليا ما بين يديا بشكل كتل بحال هكا. ديك الساعه كنعرف بان الصفوف صافي راه وجد. الكميه اللي حضرت 2 كيلوغرام ديال الدقيق عطاتني 4 كيلوغرام ديال الصفوف، وبطبيعة الحال الصفوف مع المسكة الحرة اللي كنضيفو ليه كيبقى لنا مدة، يعني نقدرو ندوزو به رمضان ويبقى لنا حتى العيد الصغير. بطبيعة الحال على حساب الكيمياء اللي حضرنا وعلى حساب مالي ندار واش دي غورمون ولا لا. وكانت هذه أحبائي الغاليين طريقتي في تحضير الصفوف، انا متاكده انكم الا جربتوها ما غادي تستغناو عليها لانها طريقه سهله والصفوف كيجيو الداد الداد بزاف. للتقديم كنحطو شويه الصفوف وكنزوقو بشويه ديال اللوز مقلي. وكنقول لكم احبائي الغاليين بالصحه والراحه، ونلقاكم في فيديو جديد بصحه والف خير ان شاء الله. وما تنساونيش احبائي الغاليين من لايك والاشتراك. الى اللقاء.